ورحمة الله وبركاته. أنا قابلت التحدي في بيم أريبيا. أول حاجة أحب أرحب بيكم في مدينة اسكندرية. طبعا إجراءات الكورونا واخدينها، الناس هنا ملتزمة كلها، بس إحنا في جو ممتع جدا. حبيت أن أنتوا تستمتعوا معايا بالجو دوت، وكمان نتكلم عن تحدي بيم أريبيا. طبعا عايزة أذكر أن المجلة ومؤسسين المجلة ليهم فضل كبير جدا عليا، مش أنا بس بقى، كمان الباحثين عامة بصراحة أفادوني كتير جدا. المجلات والأنشطة بتفتح مجالات الحوار، بتفتح مدارك الباحثين، كمان الناس المهتمين بالمجال عامة، فالموضوع مهم جدا بالنسبة لكم، لأن هو هيعلمكم كتير، هيعرفكم بناس كتير. بصراحة يعني أفدتونا وشكرا ليكم جدا، يعني منتهى التعاون. ونتكلم بقى عن التحدي. التحدي النهاردة أنا هتكلم عن أزمة مستقبلية هتواجهنا بعد شوية، وهي أزمة الطاقة، وده مجال البحث بتاعي. طيب أول نقطة خالص، أنا بتكلمت عن كمصممة معمارية أو مهندسة معمارية، فأنا بتكلم عن إزاي أن أنا أحقق ترشيد الطاقة في المباني المبنية حاليا، وإزاي أن أنا أعمل حلول للمباني الجديدة. فطبعا يعني اللي وجه او يعني اشرت اليه في مجال البحث بتاعي هو الكود المصري، وازاي ان الكود دوت هو عباره عن امضاءات او حبر على ورق. انا ما بشوفش خالص ان بيكون متنفذ بالصوره المطلوبه، فابتديت ان انا ابحث وراه ازاي ان انا احققه في المباني بتاعتي. اول نقطه خالص اتكلمت عنها المعادلات الرياضية وتحقيقها في المجال البحث بتاعي، وابتديت ان انا اربط ما بين معادلات الكود وبرامج البي اي ام. طب ازاي؟ برنامج الريفت بيديني ميزة قوية جدا، بيديني ان هو ممكن يعرف لي الماتيريال، وبيعرف لي حاجة زي الانتقالية الحرارية، المقاومة الحرارية، اليو والار فاليو، والمعاملات كتيرة جدا، وده بيساعدني ان انا احقق الغرض البحثي بتاعي. كمان ان انا اقدر في مستويات البي اي ام من 3 دي لغاية 6 دي، انا اقدر ان انا احققها في او استخدمها في البحث بتاعي. 6 دي طبعا هو مستوى الاستدامة، وده اهم نقطة اللي هي تطرقت لها، واللي هي بتضم او ان احنا عايزين نوصل لخطة الدولة بتاعتنا احنا او العالم العربي 2030، او اتفاقية باريس اللي تقريبا معظم الدول العربية ماضي عليها، اللي هي 2050، وهي انخفاض نسبة الكربون وانخفاض النسبة المستخدمة في الطاقة الغير متجددة، واستخدام اعلى في الطاقة المتجددة. طيب ده ازاي؟ بالنسبة للبرامج، في برامج كتيرة جدا، يعني على حسب الاستخدام المطلوب. لو مثلا كنت بتستخدم على الماتيريال دي حاجة، اللي بيستخدم على الحيزات الداخلية دي حاجة، كل واحد ليه فكره وليه برامج بتاعته، ونقدر نساعد بعض ونقدر نواجه أسئلة لبعض. التحدي مفتوح، ممكن نتكلم مع بعض زي ما احنا عايزين. نقطة تانية، ان احنا باستخدام البرامج ديت بنبتدي نقيس المعدل الاستهلاك، وعلى أساسه هنبتدي نحط إيه النظم اللي ممكن نستخدمها، أو إيه المعدات اللي ممكن نستخدمها في المبنى. نقطة تانية كمان عايزة ألفت نظركم ليها، إن الكود الأمريكي أو كود